قطع شوارع وتعطيل الدوام الرسمي في وزارات الدولة كانت له تبريراته لدى المعتصمين الذين أكدوا أن سوء قيادة البلاد وتراكم ملفات الفساد هي كانت الدافع الرئيس وراء الاعتصامات ومطالبة الوزراء بالاستقالة. ساسة العراق هم اللي عطلوا الخدمات، هم اللي عطلوا الطرق بفسادهم، تباوع من وراء السقوط وإلى يومك هذا أكو طريق عبد؟ هل بنية مستشفى؟ هل بنية جسر؟ هل قاموا بخدمات صحية؟ الحصة التموينية؟ لكن الشاعر يقول فاقد الشيء لا يعطيه، أسمعت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ساسة العراق نور عيني فقدوا الشرعية وفقدوا الشرف وفقدوا الأخلاق، ماكو نهائيا ما شايفين هيك. يعني هم متمتعين بثرواتنا وإحنا الشعب كاتل الجوع كاتل الضيم. لماذا سكتتم عن الذين عرقلوا العمل وعرقلوا العمل وعرقلوا المشاريع وعرقلوا العهود في حكوماتكم السابقة والحالية؟ لماذا سكتتم عن العصابات التي أوقفت المشاريع في داخل بغداد؟ عصابات وميليشيات ودواعش وجبناء. إذا كنتم تفكرون بالشعب العراقي وقطع الطرق، لماذا لم تقضون على العصابات؟ ما هو دوركم؟ إذا كنتم حريصون على الشعب العراقي، كم مدرسة هدمت في داخل بغداد الرصافة؟ 980 مدرسة. قضية الوزارات، يقولون أن العمل معطل، الوزارات التي صرحت بأن الأعمال معطلة هي الوزارات التابعة للأحزاب التي رفضناها، رفضنا المحاصصة، المحاصصة المقيتة التي لم تأتي للشعب العراقي إلا بالفقر والويلات والثبور. البقاء في هذا الموقع والإصرار باستمرارية التظاهرات يراه المتظاهرون ضرورة لحين التغيير الشامل في الكابينة الحكومية وعدم السماح بالالتفاف على مطالب الشعب. التغيير عندما يحدث لا يستبدل كتلة بكتلة، وإنما يحدث التغيير عن طريق إنسان مستقل مؤمن بالعراق إيمان مطلق أولا. أما الكابينة الوزارية التي تستبدل من وزير إلى وزير، لماذا لم يصوت عليها البرلمان لحد الآن؟ تغيير شامل وكامل، وليس فلان يدخل مع فلان مع كتلة، وإنما يدخل إنسان عن طريق مستقل وعن طريق إيمانه بتربة العراق أولا وبالعراقيين ثانيا. إذا عندهم غيرة ودين وأخلاق خلي يوقف وقفة رجل ويقول أنا مع الشعب وليس مع جيبي. أعطيني منو ما عده؟ منو ما عده؟ كل البرلمانيين عندهم أرصدة بالخارج وابنه مدلل وإحنا ابننا يموت من الجوع ما يقدر يشتري له نستله. وتبقى مصالح المواطنين والصعوبات التي يواجهونها في تنقلاتهم يوميا بسبب قطع الطرق والشوارع مرهونا بما ستتوصل إليها الكتل السياسية من اتفاقات بشأن حكومة التكنوقراط وإنهاء حالة الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. من بغداد منير الجبوري، المدى.